فيه ايه يا مريم؟ مصحياني من النوم ليه؟ تعال بسرعة شوف الفار. بلن مبروك يا مريم، يلا عبي وبكره نحتفل بالجول. يا عصام ما تهزرش بقى يا عصام، البيت فيه فار. سبتيه يدخل ازاي يا وليه؟ اكيد نسيتي شباك الحمام مفتوح. لا ده انا مقفله كل حاجه وغلاوتك. مريم انت متواطئه مع الفار ده، ها؟ صح؟ اعترف يا مريم. والله ولا اعرفه يا عصام. حلو، يبقى جه القضاء. انا بقالي 30 سنه مستني فار يدخل البيت ده. طب انا اعمل له ايه طيب؟ انت هتعمل ايه؟ هتنونويله ويخاف؟ انا قلت اساعد بس. انا الراجل هنا، واي فار عقله يوزه يخش بيت مريم مراتي هشلفط له وشه. سامعين يا حاره؟ طب اتصرفوا النبي انا خايفه. ما تقلقيش يا مريم، انا عامل حسابي كويس للحظه دي. روح هات لنا بس حته جبنه عشان احطها في المصياده. خد حط لي دول لانشون وجبنه رومي وزبده فول سوداني. لا ثانيه واحده، اخش اغير هدومي وانزل اجيب له عيش فينو. جرى يا مريم. مش قصدي والله، ده انا شيخه بيتجوزك بقالي 30 سنه، عمرك ما جبتي لي رومي ولانشون في يوم واحد. يا حسام عشان نصطاده. مريم انت شكلك متواطئه مع الفار. والله ابدا، انا مش عارف اشوفه خالص، شكله فار ذكي ومكار وعارف اننا بندور عليه. طب هنعمل ايه طيب؟ لا انا كده الفار بدا يلعب في عبي. يا لهوي، شفت طلعت انت اللي متواطئ. ده مجاز يا وليه، مجاز. لا مؤاخذة يا اخويا، طب جرب تحط له السم ده. مالك يا وليه، هات السم ما تخافيش. فار فار، احنا بندور على ميكي ماوس، ما احنا عارفين انه فار يا ماما. بص على كتفك، بص على كتفك. اللي جابه ده هنا ده؟ طب انت طيب وانا هتصرف. تصرفي ايه يا وليه؟ انا الراجل اللي هنا. نروح نجيب فينه؟ ماشي، في رعاية الله يا عصام، في رعاية الله يا حبيبي. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. للأسف يا عزيزي القوارض في كل حتة بتمشي ورا البشر في كل مكان، لحد ما وصلنا إن الكل بني آدم هناك فار. جود بوي جود بوي، يلا يلا خش جوه. يحب البلو تشيز ما يحبش الراكفورد. فار مدلل كان زمان بيضربوه بالشبشب، عمال بيتأمر المعفن. ساكنين معانا، بياكلوا أكلنا، بيجروا في شوارعنا، وبيتجوزوا في بيوتنا، بيمارسوا رياضة تسلق مواسيرنا، ومعتمدين اعتماد كامل على البشر في أكلهم. ملعون أبوك يا فقر، حوجنا للأندال. الأسطورة القديمة بتقول يو آر نيفر مور ذان أ 6 فيت فروم أ رات، بينك وبين أي فار بالكتير 2 متر. عزيزي تقريبا مفيش مدينه في هذا الكوكب تخلو من الفئران، ايا كان بيئه المدينه دي عامله ازاي. عزيزي في حال معظم الحيوانات مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حيوان بيعيش في كل مكان، كل نوع ليه نظام بيئي بيعيش فيه، بيكون موطنه الطبيعي اللي بيتاقلم عليه من بره شكله الخارجي ومن جوه فسيولوجيه جسمه. يعني مثلا بص على هذه الخريطه، هتشوف اماكن في العالم بتعيش فيها الدببه، واماكن للبطاريق زي مول مصر كده، واماكن تانية للنمور، واماكن للتماسيح. انما تيجي تشوف الفئران موجوده في كل حته، الفئران محتله الخريطه كلها. نفس الفار البني الراتوس فيجيكوس او الفار النرويجي النوروي رات، موجودين في كل مدن العالم. الفيران اللي في روما هي هي الفيران اللي في البدرشين، في شيكاغو، في سانت لويس، في واشنطن، في بيتسبرغ. كل المدن دي عندها مشكله وبائيه مع نفس الفار. نيويورك المدينه رقم واحد في عدد الفيران. باريس مدينه النور بتعاني من نفس المشكله. كل انواع البيئات على سطح الارض ما عدا الصحاري والجليد فيها فيران. يعني تقريبا كل مكان في بشر بيدوروا على اللي بيدور عليه البشر. كل يا ابو حميد اللي بيدور عليه البشر مش اللي في دماغك، بيدوروا على اكل وشرب ودفى. طب يا اخي نعمل لكم حضاره لوحدكم؟ داخلين على حضارتنا ليه؟ ها؟ مين اللي رماكوا علينا؟ جايين منين؟ النوعين الاشهر من الفيران هو الفار الاسود والفار البني. مش انت يا ابيض، وعلى حسب انت بتسال عن مين هقول لك جاي منين. انا حريص في المعلومات اللي بقولها. هو قال لك فين؟ الفار الاسود بيتسمى بفار السقف. الفار ده قبل ما يعيش في السقف كان عايش في الهند، وبدا يعيش مع البشر من حوالي 4000 سنه، ووصل اوروبا عن طريق السفن من بتاع 3000 سنه، عشان كده برضه بيتسمى فار السفن. النوع الثاني الاشهر هو الفار بتاعنا الفار البني، موجود في افريقيا، اوروبا، امريكا، حتى في استراليا. استراليا يا ابو حميد فيها فرام المعفنه بتاعتنا دي. الفار ده يا عزيزي بيتسمى بالنوروي رات، الفار النرويجي. ليه؟ جاي من النرويج، يعني هو سايب النرويج وجاي ياكل من الجبنه بتاعتي في مصر؟ لا يا عزيزي، هو مش جاي من النرويج ولا حاجه، ده اسم الانجليز طلعوه عليه عشان وصل انجلترا على سفن النرويج في القرن ال 18. الله، امال جه منين؟ لما عملوا يا عزيزي تحليل جيني للفار لقوا ان منشأه في شمال الصين. شكرا يا الصين، ظهر في الصين وفضل يتبع البشر في كل خطواتهم، معاهم بقى على السفن، بياخدها عوم. الفار بيعرف يعوم؟ اه الفار بيعرف يعوم، قدرته الاستثنائيه على العوم ساعدته ينتشر لكل القارات، لانه يا عزيزي يقدر يعوم لمده 3 ايام ويغوص ويكتم نفسه تحت الميه 3 دقائق. يا راجل
ما كملش 30 ثانيه. ده لو دخل الاولمبياد هيحط علينا. وبالقدرات دي وصل اوروبا في القرن ال14 وانتشر فيها في نص القرن ال18، وفي نفس الوقت تقريبا كان وصل برضه لامريكا الجنوبيه، وفي اواخر القرن ال20 كان خلاص الفار وورلد وايد، فتح فروع في كل حته في العالم، موجود بالعافيه في كل حته، محدش طايقه. يا عم ارحمني بقى، ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب اي حد الا حته واحده بس في العالم يا عزيزي، راجستان في الهند، حيث حب ورعايه الفئران جزء من تقديس الربة كارني ماتا اللي بتتجسد في صوره فار. فانت لو بره هذه المنطقه فانت زينا كده ان شاء الله بتكره الفئران. بس اشمعنى اشمعنى الفار جايين عليه؟ عشان صغير ده الكلاب معانا في كل حته وما عندناش مشكله معاها، اشمعنى الفار؟ العداء مع الفئران وصل ذروته في القرن ال14 لما ساهمت الفئران في نشا الطاعون الاسود اللي قتل يا عزيزي حوالي 50 مليون انسان، تقريبا تلت سكان اوروبا ماتوا بمرض بتنقله الفئران. بس احنا يا عزيزي بنكرهها من قبل الطاعون، وهنفضل نكرهها بعد الدراسات الحديثه اللي بتقول ان ممكن قوارض تانية تكون نقلت الطاعون. حتى السيد تارانتينو في فيلم انجلوريوس باستردز بيقول ان السناجب بتنقل نفس الامراض اللي بتنقلها الفئران، لكن احنا بنشوف السناجب كيوت والفئران مقرفه، بنشمئز من الفرم ما نشوفه، بس بنحلم نشوف سنجاب بيلعب في جنينه بيتنا مع انهم ولاد عم وبيسببوا نفس الخراب، وليهم تقريبا نفس الشكل، نفس الوجه المدبب، الودن المدوره، السنان الحاده، مجرد فروقات بسيطه زي ان السناجب عينيها اوسع شويه بتخلينا نضعف يا عزيزي. احنا بنضعف قدام العيون الواسعه، بتصير جوانا العطف والرعايه لانها مرتبطه بالطفوله والكيوتنس والخلفه والخصوبه، وانت بتبرمج تحب اي حاجه فيها خصوبه يا نمس. بس مش ده السبب الاهم، الفرق الخطير بين السناجب والفئران هو الديل. السنجاب عنده ديل كثيف الشعر وديل الفار عريان. فكر فيه، انت ما عندكش اي مشكله مع اي نوع من القوارض ديلها فيها شعر، الشنشيله، الهامستر او الارنب الافريقي، لكن يجي لي ابو ديل عريان ده يقلب لي بطني. فعشان كده عزيزي احنا ما كناش مستنيين الطاعون يقول لنا ان احنا محتاجين نكره هذه الكائنات، احنا كنا كده كده بنكرههم من شكل ديلهم. واحد يقول لي يا ابو حميد ايه علاقه الديل بقلبه البطن؟ انت يا عزيزي نادرا ما بتلاقي حيوان جلده عريان، وعاده حاجه زي دي بتكون موجوده لتنظيم حراره الجسم. زي ايه كمان غير الفئران؟ النسور. الاثنين بيخوفونا، احنا بنخاف من النسور اكتر من الصقور مع ان الاثنين اكل لحوم. ده يا عزيزي لان تساقط الشعر بيمثل لك مشكله. ليه؟ لانه عرض من اعراض الامراض في الحيوانات. الشعر او الفر او الريش ممكن يشيلوا مستعمرات من الميكروبات والسموم، والجلد العريان بيمثل مساحه اقل متعرضه للعدوى، فكاجراء دفاعي جسم الحيوان بيبتدي يوقع هذا الشعر. عشان كده الدكاتره البيطريين بيحلقوا للحيوانات قبل الجراحه، ما هو الشعر ده بيفضل يلم. فزي ما تقول كده متبرمج عندنا في دماغنا ان تساقط الشعر يعني مرض. دكتور فيل كورتس عالمه بريطانيه كرست حياتها لدراسه الهيجينكس علم الصحه. دكتوره فيل بتقول اننا بشكل لا واعي بنربط بين الديل العريان للفار والبيئه القذره اللي بيعيش فيها واحتماليه انتقال عدوى لينا، على الرغم من ان الفيران يا عزيزي حيوانات نظيفه بتحمي نفسها كذا مره في اليوم، مش يوم او يوم لا. بالرغم يا عزيزي من نظافة الفئران اللي حكيت لك عليها بيظلوا وسيلة لنقل أمراض كتير، إما عن طريق العض أو البول أو بالوسيلة الأكثر انتشاراً البراغيث اللي عليها وبتستحمى. لما هذه البراغيث تمص دم الفار وبعدها تقرصك تقوم تنقلك أنت بكتيريا أو فيروس زي البكتيريا اللي تسببت في الطاعون الأسود. ولأن الفئران هي أكثر القوارض انتشاراً، أنت شفت في كل حتة في العالم وأقرب نوع لينا، فهي دايماً أكثر احتمالية لنقل العدوى. وسواء كنت بتخاف من الفئران أو بتقرف منها فالاشمئزاز والخوف شعورين متقاربين. القرفة بتحصل لك هي وسيله دفاعيه من جسمك بتبعدك عن مصدر العدوى، على حسب كلام دكتور فيل اللي بتقول اننا متبرمجين على تجنب الاشياء المسببه للمرض. فالبشر اللي عاشوا مع الفئران كانوا اكثر عرضه للامراض والوفاه واقل احتمالا ان يبقى ليهم نسل من اللي تمردوا على الفئران وطردوها، وبالتالي زي ما تقول كده معظمنا ورث اشمئزاز فطري منهم بنفس الطريقه اللي اتبرمجنا بيها على الخوف من النمور او من التعابين او من العناكب. وتعلمنا يا عزيزي نخاف من الفئران في وقت مبكر جدا في التاريخ. حسب كلام خبير القوارض دكتور بوبي كوريجان، ده المفروض يا عزيزي يبقى خبير كلاب، الدكتور ده بيقول ان الفئران كانت بتتسلل لكهوف اجدادنا ويعضوهم عشان يشوفوهم عايشين ولا ميتين، فلو احنا عايشين ونقدر ندافع عن نفسنا هيسيبونا في حالنا. طب لو ميتين؟ اوعى تقولها يا ابو حميد. هياكلونا؟ اه ابو حميد انت عمال تدي تصريحات ناريه ومش همك حد. ياكلونا ازاي؟ هي مش الفئران بتاكل جبنه؟ ليه هتتوحم على لحم البشر؟ الفئران يا عزيزي من حيوانات اكلة اللحوم والنباتات، بيسموها اومنيفورس سكافنجرز، حيوانات كانسه للحوم والنباتات، لكن يعني بيفضلوا اكل اللحم حتى لو هيسافروا لها اميال. ولعل واحد من اشهر الامثله اللي حصلت في الحرب العالميه الاولى ان العريف جورج الفريد كوبارد الجندي البريطاني اللي خدم مع فيلق البندقيه الاليه حكى في مذكراته اللي شرها سنه 1969 بعنوان اماشين جان تو كامبري ان في خنادق الحرب العالميه الاولى لم يكن هناك نظام للتخلص من النفايات، مفيش طريقه
يرمي بيها الزباله، فكان الاكل بيوصل للجنود معلم، وبعد ما يخلصوه يرموا العلب على جوانب الخندق، لحد ما بقى حوالين الخندق ملايين العلب الفاضيه. ما انت بتحارب يا عزيزي، هتقعد بقى ترمي الزباله؟ رجاله بتحارب، اصل ايه اسوء حاجه ممكن تحصل؟ انت لو مش ميت النهارده هتموت بكره. بس اللي حصل يا عزيزي ان فيران فرنسا وبلجيكا اللي على بعد مئات الاميال من الخنادق وصلوا في وسط خطوط النار وتحت امطار القنابل والرصاص، عشان بواقي الاكل دي لازم حد يخلصها. غالي عزيزي الفيران شاركت في الحرب العالميه الاولى عشان في بواقي اكل. الجيوش كانت بتقارن الفرق بين الامدادات لكل خندق بحجم الفيران اللي فيها. اي ملجا، اي خندق، اي زخنوق في الغابه، في الحقول المفتوحه، في الجبال، طول ما في جنود في فيران. كمان يا عزيزي ما كانش في نظام لدفن جثث الجنود، الجندي بيتدفن مطرح ما يموت، بعدها يقوم نازل شويه مطره او يحصل القصف فتظهر جثث الجنود فتقوم لما الفيران عليها. كان مشهد طبيعي جدا انك تشوف فارين ثلاثه على كل جثه بيبداوا باكل العيون وبعدين يشقوا طريقهم لباقي الجثه. فالخنادق رغم قسوتها الا انها كانت ظروف مثاليه للفيران، اكل ومرعى وقله صنع، فتكاثروا لملايين الفيران اللي ما شافش العالم في حجمها. وادراك الفيران لقوتهم والانشغال الجنود بالحرب خلى الفيران دي اكثر جراه، فكانوا يسرقوا الاكل من جيب الجنود وهم نايمين. بتسرقني؟ او زي ما كتب الجنود الناجين في مذكراتهم، يوم واكلين جندي جريح ما يقدرش يدافع عن نفسه. روبرت جريفز في كتابه وداعا لكل ذلك بيحكي ان ضابط جديد انضم للخندق وفي اول ليله ليه صحي على صوت خروشه، ولما نور المصباح بتاعه اتجمد من الصدمه لما شاف في سرير وجوز فيران بيتخانقوا على ايد مقطوعه. فالجنود كان عندهم عدوين، عدو بيفصل بينهم وبينه النومانز لاند او الارض المحرمه اللي بين الترنشات، وعدو تاني عايش معاهم بالعافيه، والاثنين بيقتلوا. فبدا يا عزيزي الجنود تضرب الفيران بالنار او بنصل البندقيه اللي هي السكينه اللي في الاول دي، السمكي، او حتى بفؤوس الحفر. كده لما شافتهم قالت لهم ايه الدلع ده، مش عارفين تتعايشوا مع شويه فيران؟ وتم يا عزيزي منع اطلاق النار على الفيران. واحد يقول لي ليه يا ابو حميد ما تخليهم يقتلوا الفيران المتوحشه دي؟ القادة يا عزيزي اعتبروها اهدار للذخيره وقالوا هنفكر لكم في حل خلاص. فبقوا يربوا قطط في خنادق الحرب، ولكن على حسب كلام هاري باتش المعروف باخر جندي عايش من الحرب العالميه الاولى، كان بيقول ان الفيران اصلا كانت في حجم القطط، فالقطط ما كانتش قادره على الفيران. فالحكومه البريطانيه متخيل عزيزي بيحصل حرب عالميه اولى ودوق النمسا وناس بتقتل وفي ناس بتحاول تحارب فيران قد القطط. فالحكومه البريطانيه بعتت قطورات مليانه كلاب واختاروا سلاله يكون حجمها صغير عشان ما تاخدش مساحه وما تاكلش كتير وسريعه وعندها قدره كويسه على الشم وغريزه حب الصيد. فاختاروا سلاله من الكلاب اتطورت في بريطانيا وايرلندا من اجل هذا الغرض، وبقى كل ما الكلب يكتشف جحر فيران ينادي الجنود الفرنساويين الحقوا جحر، وتسمت هذه السلاله بكلب الجحور. وفي الفيلم الحائز على جائزه الاوسكار 1917 واللي بتدور احداثه في الحرب العالميه الاولى بدقه تاريخيه عاليه، بنشوف في احد جوانب الخندق شخص قاعد بكلب من السلاله دي، واعتقد ان هو المسؤول عن صيد الفيران في خندق الانجليز. ملوك بريطانيا كانوا بيعينوا سلاح لصيد الفيران في خنادق الحلفاء، دي عزيزي وقتها كانت وظيفه مشهوره في انجلترا. واحد يقول لي يا ابو حميد دي اكيد شغلانه اي كلام ومرتباتها اي كلام وبيشتغلها اللي مالوش شغلانه. عزيزي بيعجبني فيك استرسالك في جهلك. عزيزي صائد الفيران كانت مهنه مرموقه بيتم تعيين صحابها من الملكه، وكان المسمى الوظيفي صائد الفئران الملكي. ووفقا للكاتبه باربرا تافتي كان في ترقيات وامتيازات للي يصطاد 5000 فار في السنه، لدرجه يا عزيزي ان هم اسسوا نقابه لصيادين الفيران وبيحكوا للناس على بطولاتهم، زي البطل جاك بلاك صاحب الموهبه الفريده في صيد الفيران. الراجل ده عزيزي كان بيدرب الكلاب والراكون والنموس والقرود ازاي يصطادوا فيران ويحتفظ بيها صحيه عشان عروضه. كان بيتجول في المدينه بعربيه مليانه فيران، وفي كل منطقه يعمل مسرح صغير يفتح القفص اللي مليان فيران ويدخله والناس تسقف، واستخدم العروض دي للتسويق لمنتجه. سم فيران من اختراع جاك بلاك في محاوله قديمه للسيطره على غزو الفيران للمدن. المحاولات دي يا عزيزي هتستمر لحد النهارده من غير نتائج ملموسه، وبتفشل بسبب قدره الفيران على التعقلم. الايه يا ابو حميد؟ التعقلم دول زي اي حيوان يعني يا ابو حميد؟ لا يا عزيزي انت مش متخيل، احنا هنا يا عزيزي بنتكلم عن قدره استثنائيه على التعقلم بتعكس اصرار الحيوانات دي على النجاه ورفضها للاستسلام. وبعدين يا عزيزي عايزك تتخيل نفسك فار عايش وسط البني ادمين وواعي جيد جدا ان محدش مرحب بيك، فعشان تنجو في المدن لازم تكون طورت حس وذكاء خارق ونمط ثابت للتأقلم. أهم مبادئ هذا النمط النظام الاجتماعي، وده شيء ضروري جدا لبقاء الفيران. فتلاقي الفيران بتعيش في مستعمرات مكونة من مئات الأفراد، جوه المستعمرات دي مجموعات، المجموعة بتتكون من ذكر ومجموعة من الإناث وأطفالهم عايشين في مناطق متحلمة بروائح أفرادها اسمها تيريتوريز. لو تم اختراقها من فرد غريب مش بس هيطردوه، دول ممكن ياكلوه. يا ساتر ليه العنف ده يا فار؟ هذا السلوك وصف العلماء بنموذج سلوك الفيران ضد الدخلاء، عشان تدخل حتتنا محتاج فيزا وتاشيره. من اوائل اللي وصفوا باحثين من جامعه جورينجن الهولنديه اسمها ايه يا ابو حميد؟ جورينجن. هذا السلوك يا عزيزي بيجمع بين العدوان الهجومي وسلوك دفاعي وعنف، زي ما بتقطع في البني ادمين برضه بنقطع في بعضينا، وسوشيال ستريس ضغط اجتماعي، لان المشكله مش انه بس دخل منطقتي ومش عامل لي اعتبار كذكر مهيمن، لا ده البيع عايز يبوظ السيستم. لان الفيران في ظل هذا النظام بتقدر تتكاثر بانتظام عشان تزود عددها، فتلاقي الفار من دول بينضج جنسيا في اقل من 3 شهور. يا نهار
اسود، ده مش فار عادي، ده فار في وشي. وكمان فتره حمل الفاره 3 اسابيع، تبني عشه تولد فيها من 8 ل 12 طفل في الوالده او في المره يعني. الطفل من دول بيبقى اعمى وعريان ومعتمد اعتماد كامل على الام، زي الشباب عندنا كده عزيز. بعد اقل من 3 شهور بيتجوز باخواته او احد الوالدين 21 يوم حمل، ويخلف لحد 12 طفل، وهكذا بقى. واحد يقول لي ايه يا ابو حميد، كل موسم تزاوج ده بيحصل؟ اقول له لا، الفئران بتتزاوج وتخلف طول السنه. يا زين ما اتعلمته من البشر. على حسب ناشونال جيوغرافيك، كابل واحد من الفئران ممكن يبقوا 15,000 فار في السنه، بيتولدوا مبرمجين او بيتعلموا من امهاتهم ازاي يستخدموا حواسهم للنجاة في المدينه، زي التواصل بالموجات فوق الصوتيه بينهم وبين بعض من غير ما احنا نسمعهم، او بيستكشفوا المحيط بتاعهم بشنباتهم. الفئران بيطلق عليهم ويسكر سبيشاليست، عندهم 70 شعرايه شديده الحساسيه، كل شعرايه متصله ببصيلات حساسه ومتخصصه بتستخرج المعلومات بمجرد ما تلمس الشيء وتنقل المعلومات دي للدماغ. ورغم القدره دي الا انها مش اهم حاسه عند الفار، الاهم لنجاته هي حاسه الشم. الفئران بيستخدموا الشم في التواصل، زي ما بنستخدم عينينا في الرؤيه، لما فار بيقابل فار بيشموا بعض، او لما يدخل مكان بيشم في بول الفئران اللي عدت من هنا، فيعرف جنس الفار وعمره وحالته الصحيه والجنسيه. اللاب انيمالز يا عزيزي، او حيوانات التجارب، واللي اكتر من 70% منها فئران، هي حيوانات زي ما هو باين من اسمها بنستخدمها في التجارب. ودراسه تغذيه الحيوانات هي احد التجارب اللي بتحصل على الحيوانات دي، بنشوف احتياجاتهم ونظامهم الغذائي. واحد المبادئ في تغذيه الفئران هو انك تثبت اكلها. دي حيوانات بتاكل كل حاجه. بالظبط يا عزيزي، لان الفئران تقريبا بتاكل كل حاجه، فطورت سلوك حريص اسمه النيوفوبيا، الخوف من الاشياء الجديده، وبالذات الفود نيوفوبيا. فلما يجربوا اكل جديد بياخدوا منه عينات بشكل تدريجي، ياكلوا منه حته صغيره ويستنوا حوالي 6 ساعات ويشوفوا الفار هل الاكل ده هيتسبب له في اعراض مرضيه ولا لا. امان هاكل منه اكتر، وده بيصعب السيطره على اعداد الفئران في المدن. كنا زمان بنستخدم سموم زي فلورو اسيتات الصوديوم او فوسفيد الزنك، لكن لان الفئران بتستوعب اي طعم بيسبب لها اعراض مرضيه، ولو فرد تسمم من نوع اكل معين بيتعرفوا من ريحته على مصدر الاكل المسموم، وبتنتشر المعلومه في المجموعه بالكامل، لحق يا جدعان الراجل ده كل مش عارف ايه ومات. فالسموم يا عزيزي ما بقتش طريقه فعاله للسيطره عليهم، كل تيجي تحط سم واحد ياكله يموت، بس تانيين ياخدوا بالهم ما عادوش ياكلوا بالسم ده. غير ان معظم السموم دي بتكون سامه للبني ادمين والحيوانات والطيور، فيعني موضوع السموم ده ما كانش جايب همه قوي، لحد ما جه علماء الفارماكولوجي في الاربعينيات وطوروا تقنيه جديده تعتبر اهم مبيدات القوارض، وهي مضاد التخثر، ماده بتفقد الدم قدرته على التجلط وبتزود سيولته. طب ما حلو ده يا ابو حميد للجلطات، والفكره فين بقى؟ ان مفعولها بيحصل بعد فتره، فالفار يروح ياكل منها كميات كبيره وما يظهرش عليه اعراض تسمم، ويعني ممكن يكون حاجات تانية معاها، وبعد فترة يبدأ الفار ينزف لحد ما يموت. كده بيبقى الموضوع أصعب على الفئران إنها تتعرف على الأكلة اللي بتسبب الموت. حلو قوي، 1-0 البشرية. بس اللي حصل مع الوقت الفئران بقى عندها مناعة جينية للنوع ده من المبيدات. الله يخرب بيوتكم، سيبونا ارحمونا بقى. بس العلماء ما سكتوش، وطوروا العلماء جيل تاني من السم ده في السبعينيات، لكنه كمان بدأ يفقد مفعوله في ملايين الفئران، وفي كمان جيل تالت تحت التطوير. وخلاص يا احنا يا انتوا بقى. بس حتى لو نجحت السموم دي في إبعاد الفئران عن بيتك، مش هتقدر توصل لكل الاماكن اللي بتستخبى فيها الا باستخدامك تراكنج باودر او مسحوق تتبع، اللي استخدمه مسؤولين مدينه البرتا في كندا. البرتا المدينه الوحيده على سطح الارض اللي نجحت في التحكم في الفئران. واحلى تحيه لاستاذ سمير ايجيكولوجي، وده من خلال برنامج منظم شارك فيه الشعب والحكومه والاعلام والشركات، كل دول بيحاربوا الفئران، بداوا فيه من سنه 1950 ونجح في 2003. تخيل عزيزي مدينه محترمه وكبيره زي دي قعدوا 50 سنه مكرسين نفسهم للفئران، كانوا بيسيبوا التراكنج باودر يلزق في رجل الفار ويعرفوا مكان الفئران ويتخلصوا منهم فار فار. ودول كان عندهم كام فار على حسب احصائياتهم؟ اضرب رقم، اضرب اضرب. طب انا مش هقول لك بقى. وهدي يقول يا ابو حميد ده افيه مكرر، انا بحب احلف في الافيهات. ودول يا عزيزي يعملوا لهم كام فار على حسب ارقامهم؟ 600 فار. في القرن 19 في اوروبا لما بدات الفئران تنتشر، فكر الانسان الراسمالي الوسطي الجميل ازاي يستنفع منهم، فظهرت رياضه جديده في السوق لاصطياد الفئران، عباره عن انك بتجيب حفره مليانه فئران وتقتلهم، ويقرروا المتسابقين كل واحد قتلهم في قد ايه. طبعا يا عزيزي الحفر دي غير قانونيه دلوقتي، لكن في لندن في القرن 19 كان في 30 حفره بيمتلكهم جيمي شو، احد رواد استخدام الحيوانات في الترفيه. عشان يجمع الفئران اشترى 26,000 فار صاحي من صيادين محترفين زي جاك بلاك، اللي كان زي ما قلنا بيربي الفئران ويجوزهم لبعض عشان عروضه. ودي كانت اول مرة تتربى الفئران لهدف اقتصادي. فنتيجة جواز القرايب في الفئران واللي حصل لمرات كتيرة خلى يظهر طفرة جينية. في سنة 1828 أحد المختبرات في فيلادلفيا كان بيعمل تجربة عن تأثير السوم على بروتين الجسم، فاقترح الباحثين إن هم يشتروا فار ويجروا عليه التجارب. فجالهم فار مسخ لونه أبيض، ومن نسل هذا الفار وإخواته جه كل فئران التجارب، وبقى أول حيوان يتم استئناسه لأسباب علمية بحتة. فأنا يا عزيزي حابب أن أشكر أستاذ فار. اتفضل يا أستاذ فار. Thank you.
يا كابتن، هذه المجموعه من الفيران يا عزيزي خليني اقول لك هي اللي عملت الطب بتاع النهارده. ده ابو حميد ده ادعاء خطير، انا بدعيه. ايوه يا عزيزي، احنا نادين للفئران بعلمنا بطبنا، علم الاحياء والفارماسيوتيكلز لا يمكن كان يبقى بالشكل اللي هو موجود عليه النهارده من غير هذه الفئران. هي اي نعم عملت فينا كوارث، ولكن برضو احيانا بتدينا حاجات حلوه. يعني روبرت سوليفان بيقول في كتابه راتس ان جان بلاي بيحط له الفضل في كل الانجازات العلميه اللي اتحققت في العصر الحديث، عشان هو بشكل او باخر جاب لنا فار التجارب اللي بيكون اهدى واقل عنفا ويقدر يعيش في زحمه اكتر. طبته ووداعته خلت العلماء يفتكروا ان الاجيال اللي نتجت من جواز القرايب من فئران التجارب قللت الذخيره السلوكيه بتاعه فئران الشارع. فقام دكتور مانويل بيردوي عالم الحيوان في جامعه اوكسفورد عشان يجاوب على هذا السؤال اطلق 50 سلاله معمليه من الفئران المستانسه في حظيره خارجيه، وجد ان الفئران اظهرت الغرائز السلوكيه اللي كانت مكبوته في حياه القفص وتكيفت مع البيئه الجديده بنجاح كبير. لكن اشمعنى الفئران بقت الكائن النموذجي للاختبارات؟ نقول لي اكيد عشان حجمها صغير ورخيصه يا ابو حميد. ولكن العلماء اكتشفوا تشابه تشريحي وفسيولوجي كبير مع البني ادمين، ولما اكتشفنا تسلسل جينوم الفار في ابريل 2004 اكتشفنا تشابه وراثي مع البشر، فبقينا نستخدمهم للدراسات الوراثيه. والموضوع ما وقفش هنا، في اواخر التسعينات جاك بانكسيب الملقب بابو علم الاعصاب العاطفي، لا عزيزي مش شتيمة، مش ابو علم الاعصاب العاطفي، لا ايه ده، هو يعني ذا فازر اوف علم الاعصاب العاطفي. جاك راقب مجموعه من الفئران اثناء لعبها وقاس الموجات الفوق الصوتيه اللي بتصدر منها، لقى الترددات لحد كبير بتشبه الضحك البشري، فبدا يزغزغ الفئران ويقيس استجابتها. لقى الاصوات بتتضاعف والفئران بتحب الموضوع، وبالفعل اعلن نتائجه في اواخر التسعينات. لكن يا عزيزي العالم لم يكن مستعد لفئران بتضحك ساعتها، وهو ما كانش يعرف ان هذا الاكتشاف هو قمه جبل الجليد وان لسه في كتير. أثناء الدراسات عرفنا قدرة الفئران على إنها تستدعي ذكريات الماضي وتحس بما يشبه شعورنا بالندم على الفرص الضايعة، وبتخطط للمستقبل أثناء حلها للمتاهة، وبيتبادلوا الهدايا والسلع بما يشبه المقايضة يا عزيزي بتاعت البشر. وممكن فار يشيل الفار تاني جميلة والفار التاني يردها له في الأفراح. وعلى الرغم من امتلاكهم لأدمغة أبسط كتير من أدمغة البشر، إلا إن عندهم مهارات التعلم عالية زي قيادة سيارة للوصول لهدف، أو زي لعب الاستغماية واستخدام الأدوات عشان يوصلوا للأكل. كل ده خلانا ندرك إن الفئران مش كائنات بسيطة وأنانية. دلوقتي مثلا نعرف كحقيقة إن الفئران عندها القدرة على التعاطف والتقمص الوجداني. الأمر بدأ بدراسة رفضت فيها الفئران إنهم يضغطوا على رفعة هتجيب لهم أكل، لكن في نفس الوقت هتسبب صدمة كهربائية لفار تاني مش عايز ياكل لو في حد تاني هيتأذي. الفئران يا أبو حميد اللي إحنا كنا عمالين نشتم فيها من الأول، أيوه عزيزي، الفئران طلعوا رجال وبيرفضوا يسلكوا مسار في المتاهة لو هيسبب ألم لفار تاني. والفئران اللي تعرضت للألم كانوا أكثر تعاطفا مع الفئران اللي بتتعرض له. لقى العلماء إن الفئران بتساعد فئران محبوسه جوه جهاز على انها تتحرر من الحبسه، رغم ان فتح الجهاز كان بيتطلب مجهود ومهاره، لكن لا خدوا وقتهم. هساعد صاحبي، كانوا فعلا عايزين يحرروا اخواتهم وبيتجاهلوا الجهاز لو فاضي او جواه فار لعبه. وهنا بدا العلماء يشككوا، اكيد الفئران مش بتتصرف بدافع الاهتمام، وفي العادي هذا الشك يستحق الثناء، لكنه كان خبر سيء على الفئران. حصل بعدها انفجار في الدراسات، مره يخلوا فار يغرق وفار تاني يساعده، مره يحبسوهم، مره يكهربوهم، مره يولعوا فيهم. ما خلاص يا عم، الله يخرب بيت الشبه اللي بيننا وبين البشر. ومن الشرق للغرب مدفوعين باحتياجاتهم الماديه يتحرك الفار والانسان لحد ما سادوا الارض واستحلوا اللي بتقدمه الطبيعه كانه ملكهم. وعلى الرغم من العداء القديم الا ان محدش قادر يقضي على التاني بسبب ذكاء الكائنين وتاقلمهم على حسب قدراتهم. وجايز دراستنا للفئران تدينا انعكاس افضل لذاتنا البشريه ونحس باحساس الكائنات اللي جينا عليها في سبيل بناء حضارتنا. وفي سبيل عمل حلقات فاتت وحلقات جايه ننزل نبص على المصادر، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. مشكله الفئران ان هي ما ينفعش تشترك في القناه. تخيل عزيزي جبنا مجموعه فئران وخلناهم يتجوزوا كتير قوي ويتكاثروا كتير قوي ويبقوا 600 مليون فار وكلهم يشتركوا على القناه، نبقى اكبر قناه في اليوتيوب. هي دي اللي بيسموها احلام الفئران. نصيحه لكل فار لو عايز يبقى علاقته كده مع البني ادمين، استر ديلك.